الكرام، جولة إخبارية جديدة من البوابة نيوز، أهلا بكم. ونبدأها بأهم الأخبار المحلية والعربية. تنطلق غدا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال مؤتمر الأزهر الشريف تحت عنوان مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي يومي الاثنين والثلاثاء، بمشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم. وتركز المحاور الرئيسية للمؤتمر على أطر مفاهيم التجديد وآلياته وتفكيك المفاهيم المغلوطة ودور المؤسسات الدولية والدينية في تجديد الفكر الإسلامي. توجه اليوم وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الجولة الأخيرة لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، والذي يعقد هناك يومي الثلاثاء والأربعاء. وتجرى هذه المفاوضات بمشاركة واشنطن والبنك الدولي من أجل الوصول إلى توافق بين مصر وإثيوبيا حول قواعد ملء وإدارة السد. دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدول المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها واحترام حظر التسليح في ليبيا، والذي يفرضه قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011، معربة عن أسفها لما وصفته بالانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح، وذلك حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية في هذا الصدد خلال المؤتمر الدولي المعني بليبيا والذي عقد في برلين قبل أسبوع. ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد اليوم في الصين إلى 56 شخصا، فضلا عن إصابة 300 حالة جديدة، بالإضافة إلى وفاة 13 شخصا جراء الفيروس المستجد. وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1257 شخصا، فيما بلغت الوفيات 41 حالة. ورياضيا، يخوض الأهلي مباراة النجم الساحلي في التاسعة مساء اليوم باستاد السلام بالجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا. ويحتاج النادي الأهلي الفوز على النجم الساحلي اليوم والفوز على الهلال السوداني في الجولة الأخيرة في المباراة التي تجمع الفريقين في مدينة الخرطوم لحسم التأهل الرسمي دون النظر لنتائج فريق النجم أو الهلال. وفنيا، يحيي فريق شارم أوفرز يومي 24 و25 من فبراير المقبل حفلا غنائيا بساقية الصاوي، ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة والشهيرة، بالإضافة إلى أغنيات ألبومهم الأخير انفصام، والذي نال إعجاب جمهورهم بشكل كبير. للمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا www.البوابة نيوز.com. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.